شهد مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية توافد المئات من جمهور المدينة من محبي الموسيقار الكبير عمر خيرت، وذلك لحجز تذاكر الحفل المقرر لها السبت والأحد المقبلين. وشهد شباك التذاكر زحاما شديدا وطوابير من الجمهور ومحبي الفنان الكبير، وهي الأزمة التي يشهدها كل حفل يقام لعمر خيرت بدار أوبرا الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل. وتراوحت أسعار التذاكر بين 150 و250 و400 جنيه.